بكده ممكن نبدا حلقتنا. حلقتنا النهارده معانا اخبار من كل الالعاب، لكن بدايتنا مع كره السله وكابتن حاتم البحيري بيدخل مره تانية للتدريبات، بيستعد مع فريق النادي الاهلي لكره السله رجال عن استعداده لمباراه الزمالك. كابتن حاتم حيري كان مصاب، كان عنده مصاب في وتر اكيلس، لكن قدر يتعافى ويتشافى وبدا يخش في تدريبات مع تدريبات علاجيه كثيره، بدا يخش في تدريبات الجماعيه، بدا يستعد هو وكتيبه النادي الاهلي لمباراه الزمالك في دور ال 16. مباراه مهمه ومباراه قويه يوم 5 نوفمبر على صاله الامير عبد الله الفيصل في النادي الاهلي وهو دور ال 16. ده القرعه حصلت ده او القرعه عملت ده، لكن النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله هيكون لاعبته في الميعاد، لان الروح والحماس اللي هم متواجدين لما تشوفهم حتى هم بيتمرنوا عندهم روح وحماس قوي جدا ان هم يقدروا يسعدوا جماهير النادي الاهلي، واضافه الى ان كل المصابين تقريبا رجعوا مره ثانيه الى الملاعب، فان شاء الله باذن الله تكون مباراه قويه جدا باذن الله ونتمناها اهلاويه باذن الله.